انا اسمي مايكل ماركو، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن السيرجيكال سايت انفكشن. السيرجيكال سايت انفكشن ده هو اللي كان previously called post operative wound infection، وده عباره عن اي bacterial contamination during or after a surgical procedure او اي infection يحصل in space near the site of operation، يعني مثلا intra abdominal space infection after ventral hernia operation. و according to the center for disease control, a surgical site infection represent 15% of all nosocomial infection. The surgical site infection faces three types. The first type هو superficial incisional surgical site infection، ده لو الانفكشن حصل في السكين او في subcutaneous tissue. تاني type هو deep incisional surgical site infection، وده لو الانفكشن حصل في deep soft tissue زي الفاشيا and muscle. وتالت type هو organ او space surgical site infection، وده لو الانفكشن حصل في اي organ او space زي مثلا الانتستين او زي الانترا ابدومينال space. والريسك فاكتورز اللي ممكن تؤدي الى surgical site infection بتنقسم الى ثلاثة categories. الفيرست كاتيجوري هي البيشنت كاركترستكس، السكند كاتيجوري هي البري اوبريتيف فاكتورز، والثيرد كاتيجوري هي الانترا اوبريتيف فاكتورز. النهارده ان شاء الله احنا هنتكلم على اول اتنين كاتيجوري اللي هي البيشنت اند بري اوبريتيف، لان اي ثينك ان دي الحاجات اللي لازم كلنا نبقى عارفينها حتى لو احنا مش جراحين. ازاي لو العيان عندك هيعمل عمليه او عنده انفكشن في الوند بتاعه تعمل ايه، او ازاي كنت المفروض تمنعه. لكن الانترا اوبريتيف فاكتور متهيالي ان هي تبقى مور سبيشاليزد، محتاجه كلام تاني كتير، يعني مثلا زي الهيموستيزيس زي الهايبوثيرميا، كل الحاجات دي بتؤدي لسيرجيكال سايت انفكشن. فاي ثينك ان احنا ممكن نتكلم عليها في مره تانية. و according to the center for disease control guidelines بيبقى فيه 4 levels of recommendation عشان prevent the surgical site infection. The first level هو الكاتيجوري 1A، ودي بتبقى عباره عن strongly recommended for implementation و supported by well designed experimental and clinical studies. ال second level of recommendation هو الكاتيجوري 1B، ودي عباره عن strongly recommended for implementation بس تبقى supported by less number of studies. والثيرد ليفل اوف ريكومنديشن هي كاتيجوري 2، ودي بتبقى عباره عن ريكومنديشن suggested and supported by theoretical rationale او suggestive clinical studies. والثيرد الفورث ليفل اللي هو الانريزولفد كاتيجوري، ودي بتبقى عباره عن ممارسات بيمارسها بعض الجراحين لكن ما بيبقاش عليها اي evidence based medicine، لذلك ما بتبقاش recommended او ما بتبقاش موجوده في الجايد لاينز لسه لغايه ما يتعمل عليها ستاديز ونتاكد ان الكلام ده صح او غلط. ودلوقتي هنبتدي نتكلم عن الريسك فاكتورز والريكومنديشن اللي تقدر تخلينا نمنع السيرجيكال سايت انفكشن. واول تايب من الريسك فاكتورز هو البيشنت كاركترز، وبنشوف ان كاتيجوري 1A بيقع تحتيها الانفكشن. طب يعني ايه الكلام دوت؟ يعني ان لو العيان عنده انفكشن لازم نعالج الانفكشن ونأجل العملية. يعني فور اكزامبل لو العيان عنده UTI او urinary tract infection ما ينفعش نروح نعمل له elective operation like hernial operation، بس لو emergency طبعا لازم تتعمل. وتاني كاتيجوري اللي هو كاتيجوري 1B، recommendations اللي تحتيها بتانكلود ان احنا لازم نكنترول blood sugar preoperatively and stop smoking at least 30 days before the operation. أما category 2 فبتinclude the hospital stay and we should try to keep the patient in hospital as short as possible، لأن ده من أكتر الحاجات اللي بتزود الموربيديتي to the patient and بتزود كمان الكوست على المستشفى. ونيجي بقى لل unresolved category، والكاتيجوري دي معناها إن بالرغم إن الاسترويد بتزود الانفكشن وبتديلاي الوند هيلينج، لكن there is no evidence that there will be any benefit if we stop steroid preoperatively. وكمان برضو بالرغم من ان الستاف اوريس هو الاورجانيزم الرئيسي في السيرجيكال سايت انفكشن، وان 25% of healthy people are colonized by staph aureus in the nose، لكن مفيش اي evidence ان احنا لو قضينا على الستاف قبل العمليه المريض هيستفيد. يعني مثلا no evidence for the benefit of using mupirocine for eradication of staph colonization، وبرضه no evidence for the benefit of TPN او total parenteral nutrition or any nutritional support preoperatively. بعد كده هنروح للتايب التاني من الريسك فاكتورز اللي هو ال preoperative factors. وفي التايب دوت كاتيجوري 1A recommendation بتقول
do not remove the hair unless it is necessary. يعني لو انت شغال في حتة والشعر في حتة تانية، حتى لو شغال في البطن مش لازم تحلق الهير. تاني حاجة، if you are going to remove the hair it must be immediately preoperative، يعني والعيان على ترابيزة العمليات. وبنشيل الهير by electric clipper أو creams. do not shave، عشان الشيفنج ده بيعمل زي skin abrasions which increase the risk of infection. أما category 1B في ال preoperative factors بتinclude أول حاجة ال hygiene، والريكومنديشن فيها بتقول إن العيان لازم يستحمى ليلة العملية، وإن لازم نغسل مكان العملية قبل التعقيم مثلا بألكحول أو بتادين ووش، وده يبقى نوع فيه تركيز أقل من البتادين بتاع التعقيم. وتاني حاجة في كاتيجوري 1B هو السكرابينج، وكل اللي في أوضة العمليات لازم يكونوا حاطين ماسك مغطي الأنف وأوفر هيد. ما ينفعش الماسك يبقى تحت الأنف، أو ما ينفعش تتحرك ما تبقاش لابس أوفر هيد في أوضة العمليات حتى لو أنت مش متعقم على العيان. تاني حاجة، لازم التعقيم يكون من 2 لـ5 دقايق، وبعد كده لازم تنشف ايدك، لان لو الجو مبلول البلل ده يعتبر port of entry واخر حاجة هنتكلم عليها في ال prevention of surgical site infection هي ال prophylactic antibiotic. sorry antibiotic بين ال surgical antimicrobial prophylaxis وال therapeutic antibiotics. وهو ان prophylaxis هو حاجة انا بديها عشان تمنع ان الانفكشن يحصل، وده الغرض من اي مضاد حيوي بيتاخد قبل العملية. لكن في الثيرابيوتيك الوضع مختلف، لان العيان خلاص بقى عنده انفكشن ولازم ادي مضاد حيوي بفترات وكميات تعالج الانفكشن. واللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي هو البروفايلاكتيك انتي بايوتيك، والديفينيشن بتاعه هو اتس بريف كورس اوف انتي بايوتيك جاست بيفور ان اوبريشن، والايم هو not to attempt to sterilize the tissue، لكن بس ان انا اقلل the number of organisms to a level that cannot overcome the host defenses. وكمان ال surgical antimicrobial prophylaxis ديت does not prevent a surgical site infection by post operative contamination، يعني هي بس بتمنع ان الاورجانيزم to grow بعد ال surgery، لكن لو حصل اي contamination post operatively ال surgical antimicrobial prophylaxis ما بتقدرش ان هي تمنع ال contamination دوت. والريكومنديشن بالنسبة للسيرجيكال انتي مايكروبيال بروفالاكسز فيها 2 كاتيجوريز. كاتيجوري 1A، أول حاجة لازم يكون الأكشن يبتدي مع فتح الجلد، عشان كده لازم أبتدي أدي العيان أي في انتي بيوتيك أول ما بنبتدي نفتح الجلد، ولازم نمنتين الليفل طول فترة العملية، وعشان كده أي عملية هتاخد أكتر من 4 ساعات لازم أدي السكند دوز، لكن لو أقل من 4 ساعات سنجل دوز بس هي كفاية جدا. اما بالنسبه للكولوريكتال اوبريشن لازم يكون في ميكانيكال بريباريشن قبل العمليه. وكاتيجوري 1B هي اننا ما بنستخدمش الفانكومايسين از بروفايلاكسس unless you are suspecting MRSA. طب ايه هي الكرايتيريا اللي بختارها على اساسها الانتيبيوتيك؟ فيرست، لازم يكون الانتيبيوتيك دوت بكتيريسايدال مش بكتيريوستاتيك. سكند، لازم يكون ان ليه نارو سبيكتروم، وده عشان كذا سبب. اول حاجه، ما ينفعش ابتدي ببرود سبيكتروم انتيبيوتيك عشان ما يظهرش مالتي ريزيستنت باثوجنز. تاني حاجه، يبقى عندي خط دفاع تاني لو العيان ديفلوبس سيريس سيبسس. تالت حاجه في اختيار الانتيبيوتيك، طبعا لازم يكون حاجه العيان مش الرجيك ليها. واخر حاجه، اني اختار according to the most common pathogen in the area I am working in and according to the type of surgical wound. والtype of surgical wound ده اللي بيحدده نوع العمليه. وده يخلينا نسأل، طب ايه هي انواع العمليات او ايه انواع السيرجيكال ووند، وبدي ايه في كل نوع من الانتيبيوتكس؟ السيرجيكال ووند ار كلاسيفايد انتو 4 كلاسز. كلاس 1 هي الكلين ووند which is non traumatic and there is no inflammation and no entry into the GIT respiratory or genital urinary tract. for example مثلا عملية ثايرويدكتومي او ليبوما اكسجن دي تعتبر كلين ووند. كلاس 2 هي الكلين كونتامينيتد. في الكلاس دوت الجي اي تي او الريسبيراتوري تاك بيبقوا انترد، لكن من غير ميجر سبيلج، يعني مثلا لما تعمل عمليه لابروسكوبيك كوليسيستكتومي مفيش بايل كتير بيقع في الانتست في البريتونيوم وانت شغال، او لو مثلا اشتغلنا على الجينيتو يورينري تراكت من غير ما يبقى فيه انفكتد يورين،
او مثلا الهيستريكتومي، الحاجات دي كلها احنا بنفتح فيها جينيتال تراك لكن ما بيبقاش فيه انفكشن. كلاس 3 هي الكونتامينيتد ووند، والكلاس دوت انكلود تروما لايك بينيتريتنج ابدومينال ووند، يعني واحد عنده ابدومينال تروما من الشارع فده اكيد كونتامينيتد. also includes gross spillage from GIT, for example infected bile was spilled into the peritoneum during cholecystectomy. أو لو اشتغلنا على ال genitourinary tract in the presence of infected urine أو أي infection. آخر class هي class 4، ودي عبارة عن dirty wound like abscess أو penetrating wound with major fecal contamination. طب what are we going to give in each class؟ class 1 اللي هو clean wound مفي no need for prophylaxis except in two cases. اول حاجه ان يبقى فيه بروسيسز لايك المش في الهرنيا او لايك اورثوبيديك بروسيسز. تاني حاجه ان يبقى عمليه اوبن هارت او اوبريشن انفولفينج ذا اورتا او اي فيسلز ان ذا جراين، دي ساعتها لازم ندي بروفايلاكسز. انا بس عايز اقول حاجه ان احنا بنتكلم على النورمال بيشنت، يعني مثلا اي عيان من غير اي ريسك فاكتور لايك روماتيك هارت ديزيز، لان الحاجات دي بيبقى ليها جايد لاينز تانيه بتاعتها. ففي الكلين ووند ما بنديش اي بروفيلاكسس اكسبت في الحالتين اللي احنا قلنا عليهم، وساعتها بندي سيفازولين. سيفازولين ديت الانتي بايوتيك اوف تشويس فور سيرجيكال بروفيلاكسس بيكوز ات بينيتريتس ويل ان موست اوف ذا تيشوز. وفي الكلين كونتامينيتد اللي هو تاني كاتيجوري بندي برضو سيفازولين. لكن في الكونتامينيتد احنا بنحتاج سيفوكسيتين اللي هو سكند جنريشن كيفالوسبورين أو combination of aminoglycosides plus clindamycin. بالنسبة لل dirty wound المرحلة دي عليها debate، لأن بعض literature بتعتبرها زي therapeutic antibiotics، يعني خلاص في ال dirty أنت ما بتديش بقى حاجة prophylaxis، هو already حصل infection أو assuming إن لازم هيحصل infection، وإن دي عدت مرحلة إن أنا أدي surgical antimicrobial prophylaxis. فعشان كده ما فيش حاجة واضحة أوي في ال dirty، لأن بس معظم الناس بتعملها على انها true infection وبياخد اكتر من يوم مش بس single dose of antibiotics. واهم point اللي انا حاسس ان ناس كتير مثلا في ال primary care بتتعرض لها، ان هو ممكن تبقى انت قاعد في العيادة ويجي لك عيان ب infected wound، طيب بتقعد تفكر طب ايه ال ideal treatment for infected wound، should I give antibiotic to any infected wound. لكن الفكرة ان على عكس ما الناس عارفة ان ال wound infection علاجه مش الانتيبيوتكس، علاجه الاساسي هو الدرينج، يعني مثلا ممكن تفك غرز، او ممكن اللي يساعد برضو ان انت تستخدم بيتاداين دريسنج او تستخدم لوكال سبراي، لكن العلاج الاساسي هو الدرينج. الانتيبيوتك بديها في حالات معينه بس، اول حاله ان لما يكون الانفكشن في ديب سبيس، يعني مثلا لو الانفكشن واصل للبريتونيوم او واصل للمصل او فاشيا يبقى لا ساعتها لازم ندي انتيبيوتكس. تاني حالة ان لو في اي signs of SIRS like fever او tachycardia. طب وبدي انهي antibiotic في الحالة ديت؟ برضو بطبق نفس ال general criteria for selection of antibiotic as regard the type of bacteria in this area and I should start with the narrowest spectrum. I hope يا جماعة ان احنا نكون استفدنا، عرفنا ايه الـ risk factors اللي ممكن تسبب الـ surgical site infection، وازاي على قد ما نقدر نمنعها، وامتى ندي antibiotic او امتى ندي بس dressing او نعمل drainage للـ wound infection. شكرا.